ميت كنساء وتشيتين وذلك الشناشد الناف بغتي هذو تشيدين يداوي عيني بقى هذا نكون اللي فسح قاشدي سيبال غادن كرويدين حقا يجب أن تشوغنا هذا الدار مقاقا كدعي واتميشا قد كودك أصني وانا تشوغنا وانا كسوغنا هدام وير دوننا غادنا إنا قرلوب إنا عينا بقى سيك نقوم يا قاتن سيد عطوان دقيقات ميت كنكو قادن ويدين أكو تشري ويدين ماشا كسو دوناتن رك هردو قيلو دي حولو دي لتشوغا سوادين رسالة كبلو دين هورتش أوان لي أما أورت كهوري أدد كسو دقيقة سان تشوشيا أما كدمت تشوشيا ميت كنساء وتشيتين وذلك الشناشد الناف بغتي هذو تشيدين يداوي عيني بقى هذا نكون اللي فسح قاشدي سيبال قادن كرويدين هذا يرنا وحين لا يا هذا يسكت الله انت لا بد له هرتلي هاي انا اقول لك ما شعنا لكن يلي من هذا دقيقه انت ساوي له هرتلي انا كانه كان كي من اما جو تشادا هذا اما ديما هذا اما قلوب ذاك تشاد حدود هرتلي هاي اما دربان تلي هاي انا هبين كوكا معلان كلا ما يا نبض نكوكا من ميسان وحين لا يا سلوك لا هذا جاي رولك تشوفه اذا قرلو بدانا ولو مر مايا يعني تكسر إيش قرلو حتى ما قال هرتيد إنت كان واحد إيمانك هو قمنا أنا ولا نحن حريصين بنوعنا سيقول شعدك هو شو أنا نو حريصين بقول أنا شو أنا نو حريصين دجالك لاس عانود إن سب واحد اللوجا قيب قال مر بان هذا كرق بقول كعد صدي إلى اللي بقول كيانان سيدي اللي ربي رجع سي وما إيمان إبرنا معها أنا دلبي وحنو دلبينا الدن فإذا يدنتين يدنت الدلكة نقال هي أنت وحلو ذاكته سي أد وقت طلب بحسان هدي عدت هاي هدي عدوت هاي هي هدي عدوت هاي بقى أد تلك قادان أيام شركة أدل بي وأنا تمادين وأكون مهتسنتي شركة شندهيسة وحاول نرشير سياسة ما وشير لقن يا يو أسلوب تا لقن ككدوان ولا قيل عشا سياسة دا يا لقن كوا لما الدولة دوت هدان حماني تشيرينا اسم الديدان هو يسوافق الكرام إنكو هذا الصومالي مركي أي سياسة دي إنا كبر مرلي والدولة دي هيبدل هيدا محمد سياد لقوك عاي وماشي كبحضي عدي أن لقن كودي بورك كتشف في واضع يعنت وانا اسوايين وانا كرلومين انا واجي مركي وهو الرئيس وحنو سمعين لي ديك موين كي هي وحنو لسني بوليس كي انت دولة دا قبل كا او كلابانو سمعين لي وحنو ملايين يا قبل كان وغاليات با وهو الرئيي وايسوقو تقني متكستا موساسا وايسوقو تقني مركانو بوساسو انت ان كوتشيرني محسوس لكن اد وجود داهني اد وجود داهني وضيال ان وحبك كان نولين نواتشوغا رجل اللي يراو مركا صوغ علي لغن كان نواتشوغي لما كي لغن كان لك في تولي وحالي قال انت دم نوي هو انا قاعد كل سمعانها انا محمد سياد مربع الله كل ما انت لا يوعانا شوي مراد كان لها دضح حرم وهواني يسي داي هدو سقي دعي رجي ناتر رمضان باي قد بيمي سني يا كان دي كلا هي انا دي كوين انا والله يا دواني يد غاران سمي سنينا او يا شان وايل كا هو عاجز كا هو واي ارغن حكمه دوده يا انا كا قسينا وحي لو هاجيين لما دواني يدود نو كلا سمي نبا هذا يو وحي بوه ميل خن اسكو ما ودا انا نو دليل حي انا وردين كا دين مدن لهي وحي لو هاجاغان بان ربنا wixii laga soo maray hadda hadaan ka sheekeyo waqtiga oo dhan bay cunaysaa ilaahay waa inuu ku guuleeyay nin dhintay iyo nin noolba intii ka shaqaysana ajar iyo xasanaad allah siiyo haddeera waxa loo baahan yahay ragba waa ku raggeedaa la yidhi rag baa kacay laga yaabo inay qoladii hore kaba cilmi badan yihiin mid maadiyana iyo mid macnawiyanaba laakiin danaynta iyo juhdiga يفكر كدلك وأد هبين يا مالين بأسوة شيء دو كوكل جلتي تاسال لهم كل هرم مرسية هدا هذا واحد دارين وأسعين وكدي جي واحد يقول كو خاصة وكي كاهب سامع أدن أدر غاضن وحب ما هجاجان عشان ده أنه هلك كو قرني وحوي مركو وجوه الرئيسة شركة من نماذج هي تلاديس إلا مديو مدة لبعض نوى أمني كانوا قالت مدة صدحات نوى دجالك لاس عانود إن سبوا حدا اللوجا قيب قبل
مربان هلا كرق بقول كعط شذي إلى اللي ما بقول كيانان سيدي اللي ربي رجاسي وما إيمان إبرنا معها ما أنت وحنا ربا ما دام اللي ما بقول عاد كفر دان ما أنت وحنا ربا إنا نغرو قيب سلطان أو ريرو قيب سلطان أو دفاع لاسعانوت هي أمن جرو أو يسقو أو أحسن ليك أو الدفاع لفتيسة أو هدي تن أمن جاتو خلخلوه تاسنا أين كحمانيس أنت ما وحنا رمنا إن سمقله سمقله لغة تليه وحنا نسلك جرنا يكو يلا باتنين إن هالك كقبتان هدي ربي يدمر بريس وحي حافد يقوي ماذا وحياة خلاصين إنسان وايدينك أنا وار كان يري وايدين شيء جاي مو يعني بركم أجوين ترى ذا إذا كان إشكال أنه قدوم بالليل قدوم كي يدعو عذان ليلا أنا وانا هذا حقا ماذا حي وبا إشكال ولا وايد لو بيو وحنا وانا يري يري وإشكال شيء أنا وحنا ربعنا هذه كتقو وانا الدعاءين يا أنت أنا الدعاءين هرتيد هل يسعفي عفيا لي مسابح عفيا لي مسابح عفيا لي مسابح نيجي شو جاي يعني مقامبا دم بيجينا الله داف دم بيجي وارد كان الله داف بلا دم أنت الله هنا جاه الشاب خير دم أنت يسنا الله نوفره طلع ذي أننا أبشر الله كرديكو إلى هم نبضي الروبان وكابرين إلى هم نبضي الروبان وكابرين إلى هم نبضي الروبان وكابرين إلى هو عفي يا عافي ما أضبان وكابرين إلى هو عمل صالح يا عبادة غير قادي عينا ربنا كلام كوي ديسن خاتم هذا إلى هو خير نور وخاتم إلى هو إيمان كان وجود له نقول نوله إلى هذا وشركة الدنيا شركة آخرة والنجاح له أنا دول مكبس عن إعدادك نقول شو دولي وعدود النوت وشينية وانت هذا دو أكتها يحق أن أقولها هين سوى شيري إلى هناك كاف دي قولة مرة بنا أنا أقول لك هاي يعني الدلال مرة بنا إلى هناك كاف إلى هو دي قال إلى إله كلمة له ربي يقول لك أنه كدو عين السماء كاقبل إلى ساعة ساعة الإشابة نغيال إلى هذا ربي آمين تيدي آمين تملائكة إسوا فج اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتح برشاد قرانكو وواجب كستو سالن قف كستو إسلاما سيبهان والدك قربا كنول والد أبد كاغبر انت يريريهين قرانك كريم كعلومة الشريعة إسلامك adigoo ka baraya dugsiga habka online-ka ku shaqeeya ee madrasatul quraan online oo aad dugsi ku furan 24 saacadood iyo 7 maalmood oo isbuuca waxaana dugsigani ku jooga macallimiin isugu jira rag iyo dumar kuwaas oo ubadka ku barbaarinaya xifdiga quraanka kariimka iyo barbaarinta sanad ubadka culumta kala duwan ee dugsigani aad ku baranaysaa waxaa ka mid ah barashada xifdiga quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga barashada ducooyinka iyo waliba barashada afka soomaaliga iyo barashada culumta shariicada islaamka sida fiqiga axaadiista tafsiirka iyo culum aad u fara badan dugsigana ay wax ka bartaan arday kale joogta qaaradaha dunida waxa uu sanad dugsiyeedkan u qaadanaya arday kooban oo la baraya diinteena islaamka hadaba waalid ka mid noqo ubadkaaga keen dugsiga madrasatul quraan online wixii faahfaahinta dheena waxaynu kala xiriireysaan taleefannada shaashada idinka muuqda laascaanood ayaa dadka deegaanka waxa madasha online ay u sheegeen in dagaal uu socdo dagaalkaasi oo ay ino sheegayaan dadka deegaanka inuu ka qarxay bariga magaaladaasi isla markaana dagaalka ayaa waxa dhimasho iyo dhaawacba uu ka dhashay dhinacyada halkaasi isku farasaaraya oo ah ciidamada SSC iyo kuwa Soomaaliland dagaalka ka socda bariga laascaanood wuxuu ku bilowday kadib markii Soomaaliland lagu eedeeyay ciidankeeda in dhinaca bariga magaalada ay ku soo fasaxeen oromo badan oo ah mid maalmahanba gaadiid la sheegay inay kaga soo daad gureynayeen magaalooyinka Burco Hargeysa Boorama iyo kuwa kale ee lamida kuwa oo laascaanood marka ay u soo dhawaadaan doonay inay ku soo korgobadaan isla markaana waxaa la sheegay in sirdoonka SSC arintan ay ka warheleen warbaahinta madasha online oo la hadashay qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa madasha online waxay u sheegeen in markaasi xaalku uu yahay mid aad u cakiran isla markaana oromadan ay doonayeen qaab sirdoon inay ku soo galaan dhulka SSC waxaase la sheegay oromadan oo dabcan laga soo fasaxay jeelal ay kaga jireen Soomaaliland qaar kood in loo soo dirsaday shaqadan
warbaahinta madasha online ayaa sidoo kale waxa ay heshay sawirro ku saabsan xaalka iyo dhalinyarada u dhashay dalka Ethiopia ee oromada ah oo la qabtay waxaana ay sheegeen in laga soo diray qayb ka tirsan Soomaaliland oo markaasi iyagu qaab sirdoon ahaan ay halkan ku soo aadeen warbaahinta madasha online wararka ay helis waxay sheegayaan in bariga magaalada imika dagaalka uu si xoogan uga socdo علي عبد الله oo kamida dhalinyarada hoggaaminaysa jiidda hore ee dagaalka SSC